موضوعنا أيضا اللي مجهزين اليوم في حلقتنا، أن موجة من التضخم السنوي تجتاح العالم وتضرب غالبية دول العالم دون تفرقة. طبعا هذا يعود لعدة أسباب تختلف من منطقة لأخرى، خصوصا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة وجائحة كورونا. أكيد هذه كلها أثرت على العالم من الناحية الاقتصادية، وصار في هناك ضغط على العالم بشكل. العالم يخوض حربا ضد ما يعرف بالتضخم، وإذا كان هناك شيء يشترك فيه الكثير من البشر حول العالم هذه الأيام فهو المعاناة من التضخم. فالأسعار المرتفعة تضرب أكبر اقتصادين في العالم المتقدم، وهما الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي، كما تضرب الأسواق الناشئة بشكل أكثر حدة. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على يعني زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع التكلفة المعيشية. وقد يحدث التضخم بسبب ارتفاع الطلب أو ارتفاع تكلفة السلع، فعندما يزداد ويبدأ التضخم الناتج عن الطلب بارتفاع في الطلب الاستهلاكي، فيحاول التجار الوفاء بالطلب من خلال زيادة المعروض، وعندما لا تكون هناك سلع إضافية كافية لزيادة المعروض يعمد التجار إلى رفع أسعارهم، ما يؤدي إلى تضخم الناتج عن الطلب والذي يطلق عليه أيضا تضخم الأسعار. أما تضخم التكلفة فيحدث عند ارتفاع تكلفة إنتاج السلع أو الخدمات وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك، وهذا ما شهدناه مؤخرا في شتى أنحاء العالم. فوباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أديا إلى عرقلة سلاسل الإمداد وجعلا من الصعب على الشركات إنتاج السلع وتوصيلها. وجدير بالذكر أن العيش في جائحة داخل الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على بعضه البعض في كل شيء بدءا من الوقود إلى الغذاء، يعني أننا جميعا شركاء في الأزمة، إلا أن كل اقتصاد فريد من نوعه كما هو الحال بالنسبة لكل نوع من أنواع التضخم، فالأمر يعتمد على عوامل محددة في هذا الاقتصاد المعين. مثل ما تابعنا التقرير، يعتبر تضخم المشاكل الاقتصادية نظرا لضعف القوة الشرائية للعملة أو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما. شنو راح يصير الوضع الاقتصادي في الفترة القادمة؟ راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع. معنا بالاستوديو المستشار بالاقتصاد السياسي الدكتور ناصر فتوش الهادري. دكتور ناصر، رحب فيك في العالم هذا الصباح، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. يا مرحبا. حياكم الله. يعني بداية نتكلم عن هذا التضخم العالمي، اللي أكيد علاقة مثل ما كنا قاعد نتكلم تحت الهواء، علاقة الوضع الأمني بشكل عام، نتكلم بسوريا وأوكرانيا وما يحدث في الصين وغيرها وغيرها من حرب كورونا. هل أسباب التضخم هل راح تسوء بالوضع في الفترة القليلة المقبلة، بما أن ما قاعدين نشوف هناك أي نهاية للحرب الأوكرانية الروسية، وهناك لا يزال في هناك شحن ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص تايوان؟ أوكي، أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة لنا في اللقاء هذا، وفي نفس الوقت بس حاب أخذ ثانية بس أستغل الفرصة أني أبارك للأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على اليوم الوطني، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود عليهم بالخير واليمن والبركات ومن ازدهار إلى ازدهار. فهي فرصة طيبة نحن نبارك لأخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية. عودة إلى سؤالك، طبعا الآن شيء واضح للجميع أن الأسعار اللي كانت موجودة قبل سنة ولا قبل سنتين لم تعد موجودة الآن في الوقت الحالي. يعني حتى لو ناخذ احنا دخلنا في أزمتين قويتين، اللي هي أزمة كورونا اللي استمرت سنة 2020 و2021، بعدها مباشرة دخلنا في أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، اللي بناء عليها ارتفعت أسعار النفط، وصارت أسعار النفط إلى معدل فوق $100 في وقت ما كانت أسعار النفط في الخمسينات أو الستينات دولار. طبعا التضخم هو أن القدرة الشرائية للعملة لم تعد كسابق عهدها. يعني اللي كنت تشترينه مثلا بعشر دنانير العام الماضي، الآن هذا العشر دنانير أو العشرين دينار يا دوبك تجيب نفس السلعة اللي أنت كنت تشترينها في الفترة السابقة. طبعا جميع هذه الأشياء هي معرضة للعرض والطلب. السلعة متى تكون غالية؟ إذا كانت غير متوفرة.
مثل ما صار الآن في حرب أوكرانيا وروسيا الغاز. أكبر أزمة كانت اللي هي أزمة القمح. يعني حتى دول أوروبا كانت تعاني لأسعار استهلاكية ارتفعت، والسبب أنه المنتج اللي كان تعتمد عليه كثير من الدول في المواد الاستهلاكية اللي يستخدمونها في القمح توقفت روسيا عن تصديره، فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. غير ذلك أنه روسيا هي أحد أهم الدول المصدرة للنفط، وهي أحد أهم الدول المصدرة للغاز، فالآن خلقنا أزمة ثانية. يعني غير أزمة القمح دخلنا في أزمة الطاقة. ومثل ما كنت أنا دائما أقول أنه السياسة والاقتصاد هي شيء واحد، فالآن بسبب هذا الموضوع هذا كله تغيرت وصار في تضخم. يعني حتى سعر الفائدة، تم رفع سعر الفائدة في البنوك العالمية يمكن مرتين خلال سنة. فهذا إن دل على شيء، دل على أنه في أزمة حقيقية، والأسعار اللي قاعدة ترتفع في الوقت الحالي هي أسعار جنونية. تغيرت مفاهيم الأسعار، تغيرت قيم السلع، حتى المستوى المعيشي لكثير من الدول صار في أزمة. دكتور، هذا يعني هو تأثير واضح على المنتجات الاستهلاكية بسبب التضخم، يعني هل هذه هي الأسباب المباشرة اللي تأثر عليها بسبب التضخم؟ يعني نعم، طبعا السبب الرئيسي هو شح المصدر، يعني هذا هو السبب الرئيسي. أول شيء قلة العرض، هذا هو السبب الرئيسي. بناء على قلة العرض أصبحت السلعة قيمتها أعلى. يعني الآن أنا بعطيكم مثال، يعني في الصيف اللي فات كنت في لندن، عشاء شخصين أو ثلاثة أشخاص يكلفك حوالي 250 باوند، 250 جنيه استرليني، يعني تتكلم عن almost 100 دينار إلا. طيب يعني وين الأسعار هذه؟ أسعار الفنادق بعد ما كنت تحجز فندق مثلا تطلع عليك الليلة 150 ولا 200 دولار أو 300 دولار، الآن يدوبك تلقى لك فندق يحجزه ب 500 دولار 600 دولار، هذا سعر الليلة الواحدة. حتى الفنادق وحتى المطاعم القدرة التشغيلية لها قلت إلى مستوى 40%. يعني مثلا تجي لك فندق كامل تبي تحجز يقول لك أنا فولي بوكت، طيب ليش؟ مع أنه الغرف العدد، قال لك لأنه ما عندي عمالة تكفي. فحبون صح فعلا استقبالهم يكون حسب العمالة مو حسب الغرف، حسب العمالة مو حسب الغرف. فهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار. غير ذلك الآن المواد الاستهلاكية اللي كنا نشتريها العام واللي غيره ارتفعت بشكل مضاعف. أسعار التذاكر، خلنا نروح لأسعار التذاكر، هذه حكاية ثانية. أنا أذكر قبل سنتين أو ثلاث سنوات أنه 370 دينار 400 دينار توديك أمريكا. الآن الأسعار مضاعفة جدا. الآن تروح لندن، ما أقول لك تروح أمريكا، تروح لندن 700-800 دينار، هذا على الدرجة السياحية. إذا بزنس كلاس أنت تتكلم عن 1800-2000 دينار. فالأسعار تغيرت. طيب ليش تغيرت الأسعار هالشكل؟ قيمة الوقود تغير، وقود الطائرات سعره تغير. أحد أهم المصدرين للجت فيول اللي هو وقود الطائرات هي روسيا. روسيا وقفت إمدادات وقود الطائرات لأوروبا، صارت الدول تتسابق من اللي حصل على الديزل، من اللي حصل على وقود الطائرات، من اللي حصل على الغاز، فصارت الأسعار عالية. فلما صارت الأسعار عالية ارتفع شيء طبيعي. طيب شلون يصير في كنترول على هالارتفاع؟ يعني حين إذا عدنا هذا الموضوع لهذه الأزمة، شلون ممكن تتدارك هذه الدول هذا التضخم ويصير في هناك نوع من مثل ما قلت ما راح تعود كبح الأسعار التحكم فيه بشكل أكثر؟ في طريقة مثلا ممكن العالم يتدارك هذا؟ طبعا العالم منقسم في يعني في دول مثلا متضررة مثل دول أوروبا، في مثلا عندك دول الخليج عندها كمية النفط الكافية وعندها الغاز الكافي، ولكن السؤال هل الدول هذه عندها القدرة لأنها تغطي السوق كامل؟ لأنه أيضا يعني لازم تحسب حساب أنه إذا أنت تقدر تغطي السوق الكامل، السوق النفطي أو السوق الغاز أو غيره، هذا راح يأثر على الأسعار صحيح، ولكنه راح يزيد العرض في السوق. في نفس الوقت راح تنخفض الأسعار. في عندك دول، في عندك دول الآن متناحرة مثل روسيا وأوكرانيا، الآن الصين والهند وقعوا اتفاقية مع روسيا على أساس أنهم يستوردون الغاز من روسيا. فعملية كبح الأسعار هي، أنا من وجهة نظري الخاصة طبعا، أنا أكلمك على مستوى الكويت مثلا أو على دول الخليج، هي بدعم السلع، أن الدولة تدعم السلع. إحنا عندنا عن النفط، لا يعني اقصد انه مثل ما سوت عندنا في الكويت الان، بداوا يزيدون الدعم على بعض مواد التموين. اوكي. اللي كانت نشتريها من برا من السوق، الان صارت جزء منها الدوله قالت هذا راح نضيفه على مواد التموين كجزء من دعم الدوله للمواد الاستهلاكيه. طبعا هذا شيء جيد ممتاز انه راح، لكن هل هذا على المستوى البعيد هل هذا حل؟
ابدا ما هو حل، لانه الاسعار اذا ارتفعت عمليه انك ترجعها مره ثانيه للمربع الاول عمليه صعبه صراحه، ولا راح ترجع الاسعار حتى لو تحسنت الاحوال. تبدا الدول او تبدا الجهات او تبدا الشركات تبي تعوض خسائرها طبعا اللي خسرتها ايام كورونا واللي خسرتها ايام الحرب وغيرها. دكتور ناصر، لاحظنا الارتفاع الكبير في اسعار المشتقات البتروليه، الزراعيه، الاراضي العقاريه، برايك شنو هو السبب؟ نرجع على المربع الاول، العرض والطلب. يعني خلينا ناخذ يمكن المواد الاستهلاكيه اعطيناها حقها في الشرح قبل شوي، وتكلمنا عن ان المواد الاستهلاكيه هو السبب الرئيسي، هو انه المصدر اصبح المصدر، تصدير عمليه القمح صارت صعبه، فتاثرت كثير من الدول، منها اوروبا ومنها دول افريقيا ومنها دول الميدل ايست. خلينا نجي عند السؤال اللي انت قلتيه، مثلا الاسعار الاراضي. الان عندنا في الكويت وصلت اسعار الاراضي الى سعر جنوني صراحه. يعني تتكلم عن ارض مثلا 400 متر ولا 500 متر، خلينا نقول اعطيك سبيل المثال، يعني مثلا في العقيله، في ابو فطيره، في المسايل، تتجاوز النص مليون. هذه قيمه فيلا او شقه في لندن ولا في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا. يعني شنو هذا الشيء الجنوني؟ بس شنو هذا السبب؟ قله العرض. احنا نتفق قله العرض والطلب هم العنصران الاساسيين. على فكره هم المتحكمين في اي شيء، يعني اخذيها مني هذه معادله اقتصاديه، يعني معاي ولا مع غيري، اذا بغيتي تعرفين اي شيء ليش غالي اكيد انه غير متوفر. الشيء الرخيص دائما متوفر، فاي شيء تلقينه متوفر تلقين سعره رخيص جدا. فعندنا الاراضي مثلا، يعني الان الناس ما عندها اراضي، وين اشتري؟ يعني اشتري بمنطقه بعيده؟ ما تقدر. فالمناطق الداخليه او المناطق الساحليه تلقين ارتفاع الاسعار صار باهظ، لانه في طلب أصبحت تفوق قدرة ممكن الشخص على الشراء بسبب ممكن قلة الطلب. أنا شخصيا دكتور، أنا شخصيا أشوف أنه أصبح صعب جدا إن لم يكن مستحيل على الموظف العادي أو الشخص العادي أنه يشتري. أنا أشوف هالشكل. نعم. أنه الشخص العادي أو الموظف العادي أنه صعب عليه أنه يشتري أرض. ليش؟ لأنه أسعار الأراضي لو تجمع راتبك كله لمدة 30 سنة إلى أن تقاعد بدون ما تصرف منه ولا دينار مستحيل توفي قيمة أرض. فالمطلوب هو توفير الأراضي. مثل المفروض أن الحكومة مثلا تفتح مدن سكنية جديدة. الحل الوحيد للإنسان على أساس يملك بيت مثلا عندنا في الكويت أن الدولة تعطي أرض وتعطي قرض وتقول له ابن. سالفة أنك تشتري أصبحت العملية صعبة. الآن الأراضي في ارتفاع، وعلى فكرة حتى في الدول الأوروبية الآن أسعار الأراضي ارتفعت، أسعار القسائم ارتفعت، كلها بسبب العوامل اللي ذكرتها دكتور، المؤثرات الخارجية. نعم. أيضا هي شوف عملية الارتفاع تصعد معها كل شيء. يعني شوف حتى ارتفاع أسعار النفط، بعض الناس يعتقد أن ارتفاع أسعار النفط أنه شيء جيد. لا، هو مو شيء جيد، هو سعر النفط في المستوى المعقول هو الشيء الجيد، بحيث أنه يكون ملائم للمستهلك وللمصدر. يعني هذا يكون في الحدود 80 تقريبا، خلينا نقول يعني في الرينج هذا. أيه. مثلا أنه يكون السبعينات الثمانينات، أنا أشوف أنه مستوى جيد بحيث أنه يكون ممتاز للمستهلك وممتاز للمصدر. يعني طيب الحين النظرة المستقبلية، يمكن نتكلم الشرق الأوسط، الكويت، خلينا نتكلم بشكل عام دول الخليج، تأثرها في المدى، ما نبي نقول البعيد بس في المستقبل، نتكلم 5 إلى 10 سنوات القادمة، برؤية بشكل عام لما يحدث في الشأن الأمني والشأن السياسي حول العالم، اقتصاديا كيف سيكون الوضع؟ شوفي الكويت هي ليس بمنأى عن الباقي العالم، يعني هي جزء من العالم. الشيء الجيد فقط في موضوع اللي صاير الآن في أوكرانيا وروسيا أن الكويت تستورد القمح من جهات أخرى غير روسيا، يعني من غير أوكرانيا، يعني تستورد من أستراليا، من نيوزيلندا، من جهات أخرى، تستورد من الهند. فلذلك يعني تأثرنا في الموضوع هذا تأثر أقل، وإن كانت ارتفعت الأسعار عندنا وليس يعني بالأسعار السابقة، ولكن في نفس الوقت إحنا تأثرنا يكون أقل. احنا دولة مصدرة للبترول، احنا دولة يعني تملك الطاقة. فهذا يعطينا شوي تأثير اقل من الدول الاخرى. امن شوي. يعني مثلا الحين اضرب لك على سبيل المثال، الحين في دول اوروبا الان عندهم هاجس الشتاء الجاي. صح. يعني عملية التدفئة. انا قريت في الاسبوع الماضي ان كثير من دول اوروبا تقول كل انسان يتحمل عملية التدفئة. في بعض الدول اللي هي دول شرق اوروبا بدأوا يرجعون للفحم. في الوقود، في الطبخ وغيره.
فاحنا اقل ضررا منهم، ولكن بتقولي لي على المستوى المستقبلي شنو راح يصير؟ طبعا هذه ما نقدر نتنبأ فيها، لان احنا اصلا ما كنا في يوم من الايام متنبئين على المشكله اللي راح تصير بين روسيا واوكرانيا، ولا كنا في يوم من الايام مخططين انه ممكن هذا الشيء يصير يعني او انه يحدث. فعمليه استشراف المستقبل عمليه يعني صعبه، يعني قراءه انه فيما يحدث، يعني حتى لو كان سيناريو ممكن احنا نعطي في حال استمرار الوضع كما هو شنو ممكن انه هو يصير في حال، طبعا في حال استمرار، في حال استمرار الوضع كما هو ما في شك ان الارتفاع راح يكون اكثر من الارتفاع الموجود حاليا، التاثير راح يكون اقوى من التاثير الموجود حاليا. دائما دائما في الحروب ما في شخص ربحان، يعني جميع الاطراف خاسره، وحتى الشخص اللي يعتقد انه ربحان في الحروب هو دفع ثمنه غاليه يعني. فاستشراف المستقبل انا بالنسبه لي يعني على اساس اكون دقيق يعني ما اقدر اقول شنو ممكن يصير، لكن انا بقول لك انه اذا استمر الوضع ممكن قابل مع المعطيات والتغيرات في الساحه دكتور. يعني يعني من كلامك يعني نقدر نستشف بان التضخم الحاصل قد يرتبط حسب المتغيرات، يعني اذا في تضخم او نعم صحيح يعني ثبات الاسعار هو حسب المعطيات اللي راح تحدث. نعم. انا شخصيا اشوف مع وجود الحاله الحاليه، مع وجود الوضع الحالي، استمرار ارتفاع الاسعار هو شيء حتمي لابد منه. الشتاء قادم، تكلفه الغاز، تكلفه التدفئه، الوقود وغيره، هذه من الاشياء اللي مقبله عليها الدول الاوروبيه. انا اتمنى شخصيا يعني احنا اقتصاديات دول الخليج الحمد لله يعني الحكومه داعمه لها، سواء على مستوى البنزين، على مستوى الديزل، على مستوى نعم. المواد الاستهلاكية نعم. في الكثير من المواد التموينية نعم. ولكن احنا مثل ما قلت لك احنا جزء من العالم، احنا أكيد. ننظر للعالم بشكل عام، نتمنى يعني فعلا ان يجد العالم حلول لجميع هذه الدول، بالنهاية نجد حلول تنهي معاناة الناس في شتى بقاع العالم. جزيل الشكر لك على وجودك معنا اليوم الدكتور ناصر الهاجري، شكرا على توضيحك لبعض المعلومات اللي فعلا احتاجت ان تكون فيها عليها تسليط للرؤية. شكرا جزيلا لك. حياك الله.